مثلا انت حابب تنشر ويا اليوتيوب يعني براحتك، بس اتمنى لا مو لا ما كله ينشر، لا لا عاشت ايدك بس حتى لا على لا مود البحث. زين عيني، زين خلينا نبدأ من البداية. يا ريت مروان تعرفني عنك، اسمك والمدينة وش قد عمرك والوظيفة أو المجال اللي أنت تشتغل بيه. بالبداية تحية طيبة، اسمي مروان علي من مدينة بغداد، عمري 32 سنة، أعمل حاليا كاسب أعمال حرة، ما أشوف يوتيوبر وما أشوف من 2011 وشنو ما انت؟ أشوف يوتيوبر من 2011. نعم، وانت من ناحية الأرشفة تعتبر نفسك مختص بمجال معين أو جانب معين من المواد؟ لا 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 لا، أنا أرشيف منوع يعني شامل للكل، يعني مسلسلات غنائية رياضة سياسي، يعني مختص بكل شيء، يعني مو محدد بشيء واحد. ومروان ممكن تحكي لي شلون كانت البدايات؟ شلون بديت انت بهذا الاهتمام بالارشيف؟ شنو اللي جذبك نحوه؟ عفوا ما سمعت السؤال. البدايات شلون صارت؟ يعني حتى قبل ما انه انت تسوي الصفحة مالتك بداياتي شلون بديت؟ وصلت اوكي. بداياتي اني كنت اتابع قناه باليوتيوب، شخص باليوتيوب هم ينزل ارشيف 2011، فكنت اتابع واطلب منه مواد، يعني بعض المواد ينزل فما يقبل ينزلها او يتاخر بتنزيلها، ففكرت قلت اني لازم يعني ابدي خطوه يعني صحيحه، لازم اني ابدي انشر، اسوي لي شانل افتح شانل واني انشر المواد. فبديت اسال واعرف شلون، بديت ابحث يعني واسال واعرف منين تتحصل هاي المواد. فعندي صديق لي قال لي هاي المواد كلها تتحصل على شريط الفيديو، يعني موجوده بشريط الفيديو كاسيت اللي هو هذا هذا شريط الفيديو كاسيت، عندي شخص صديق قال لي موجوده بشريط الفيديو هاي المواد تلقاها الارشيفيه القديمه. فقمت انطلقت ابحث، فتحت لي شانل وقمت ابحث وين يبيعون هاي الاشرطه مال الفيديو، فعرفت انه هي موجوده بهاي الاسواق القديمه، اسواقنا القديمه مثل الميدان، سوق هرج، سوق مغادي، يسمونها بلغتنا العامه انا اسميها السكراب، يعني يجيبون غراض قديمه اجهزه كهربائيه وما شابه ذلك، فيطلع بها اشرطه الفيديو فنشتريها احنا نفحصها. اشتريت الاشرطه مال الفيديو، احتاجيت جهاز مال الفيديو حتى احولها، اتصلت بالاخ والصديق علي صادق فمطان الطريقه قال لي هاي بعد جهاز فيديو، جهاز فيديو تحصله من فلان مكان وتسجل فيه، فعرفت الطريقه شلون اسجله وبديت انشره. فاستمرت هذه قناتي اللي كان اسمها ارشيف مروان علي ابو ليث الرماحي الى حد سنه 2014. 2014 انغلقت هاي قناتي نهائيا، انغلقها الي احد الفنانين ما اذكر اسمه، فانغلقت لان انشر اغاني وهو ما يقبل يعني يريد النشر حصريا لي، فانغلقت. ففتحت القناه الثانيه اللي هي ارشيف مروان علي واللي موجوده لحد يومنا هذا. تمام. وبديت انشر المواد، اتذكر اول ماده نشرتها كان برنامج اسمه ضيوف الشباب. في كاظم الساهر واحمد راضي ورائد جورج. هي اكثر ماده حصلت مشاهدات على قناتي هاي الماده. شلون كانت ردود الفعل؟ يعني هل هم عراقيين لو عرب مثلا اللي دا يشوفون الماده كانوا؟ لا لا مجموع بين، انا احنا قناتي اكثر شيء يعني المشاهدين عراقيين، يعني مضلين نقول 30% عرب يتابعوني. فعالم بدك تشوف تتذكر ايام زمان ايام قبل، فبدوا يعرفون الزمن الجميل، الله وين ذكرتنا وين رجعتنا من هالامور. تعليقات يعني حلوه جميله، وبها لا تجي تعليقات سلبيه احنا نحزنها. مثلا يشوف لك اغنيه مثلا على سبيل المثال كاظم الساهر، يقولوا لك انت تحب كذا شخصيه كذا رئيس، يابا هذا كاظم الساهر ما له شغل بالرئيس. اغنيه مال كاظم الساهر عربيه، اي بهم ما يقتنعون يعني. مفهوم مفهوم. ايه ما يقتنعون.
ومروان انت حكيت لي قلت لي انت كنت بدك تتابع يعني غير صفحات قبل ما تبدي صفحتك، وكنت بدك تقول لي انه انت مهتم تدور على كنت اغاني معينه. اريد اعرف ليش، يعني ليش هذا كان مهم لك شخصيا؟ هل له علاقه بالذكريات؟ احكي لي اكثر، يعني ليش اصلا انت كنت بدك تبحث عن اغاني معينه او مواد معينه؟ أنا أحب هذه المواد حتى أتذكر بها ذكرياتنا الجميلة العربية الحلوة، يعني أحب الشغلات القديمة يعني من زمان يعني، وكنت حتى يعني بنهاية الألفينات 2001 2002 يعني عمر 12 13 سنة بال 2002 بديت أسجل، كان عندي جهاز فيديو وأسجل، يعني ما لحقت أسجل، يعني سجلت السنة واحدة وصار سقوط النظام انغلقت القنوات يعني، فكم مادة عندي سجلتها وتلفت يعني مع الأسف. ليش؟ شنو صار بيها؟ ها؟ شنو ليش تلفت المادة؟ تلفت يعني ما حافظت عليها بشكل جيد، بس قدمت أحافظ على كاسيتات مسجل لأن والدي كان عنده تسجيلات. فبديت يعني حافظت على كم كاسيت مسجل موجودات لحد الان. اما اذا نزلها قناتي راح تكون ايضا بس صوت، يعني مو بس فيديو، او شيء صوتي ايضا. ممتاز، كل زين. ومروان لانه انت علي صادق هم كان دا يحكي لي شوي على مساله انه شلون يعني هذه مرحله مروا بيها هواي بيوت عراقيين، انه كانوا دا يسجلون مواد على الفي اتش اس حتى يحتفظون بيها. انت تتذكر لو انت دا تقول لي انت هم بالالفينات كنت دا تسوي نفس الشيء، تتذكر مثلا امتى بالعراق صارت رائجه هذه المساله، مساله انه الناس تسجل على خلينا نقول الفي اتش اس او تسجل اغاني او حتى مواد تلفزيون؟ موجوده موجوده هاي المساله من الثمانينات، العالم تسجل يعني حتى جزء من الثمانينات العالم يسجلون المواد وينشرونها. تمام، يعني اكو يحتفظون بيها يسجلونها حتى يحضرون بيها، اكو مثلا يسجل مسلسل، اكو يسجل فيلم، اكو هسه عندي مثلا احد اقاربي كان يتابع مباريات كره قدم، فهو كان بشغل يعني عنده عمل يرجع متاخر وقت كبير من العمل، فكان سويت سجل المباراه على شريط مال الفيديو ومن يرجع للبيت يشاهد المباراه مسجله على الكاسيت مال الفيديو. كلش حلو. اغلب الناس كانت يعني مثلا متابع مسلسل بس ما لحق يشوفه لان عنده عمل او شيء، فاهله بالبيت يسجلوه له من يرجع يتابعه بشغله بالكاسيت وشوفه. تمام، زين مروان انت من بديت تنشر استخدمت اي شيء من مجموعتك الشخصيه او من الاهل او الاقارب؟ يعني قصدي ما عدا المواد اللي دا تلقاها بالسوق، بس اكو اي شيء دا تلقاه من المعارف، اهلك، من انت ارشيفك الشخصي؟ اكيد اكيد، عندي خالي كان مصور ايضا عندي كم كاسيت مال فيديو ايضا ساعدني بها انطاني اياها، واللي لقيت بها كم واحد يعني نشرتها، وبعضها كانت حفلات اعراس عائليه يعني ما نشرناها. اي ف يعني بعضها غير صالحه للنشر لان تعتبر اعراس عائليه فما نشرناها، وكم ماده طلعت بهن يعني مفيدات وصالحات للنشر نشرناها. حلو. كلك خالك شنو كان يصور؟ كان مصور مال اعراس يعني عنده محل مال تصوير، مصور مال اعراس. كلش حلو كلش حلو. انت مثلا اكو ماده معينه انت تدور عليها لحد هسه؟ يعني كل ما مثلا تشتري او تسال احد هل اكو ماده معينه هيك الا تريد تلقاها؟ يا اكو مسلسلات عندي مثلا احب اتمنى القاها، وبرامج عربيه واغاني ايضا مع الشباب، وهاي مواد يعني اتمنى القاها. يعني عندي مثلا مسلسلات العربيه اللي ابحث عنها حاليا هي مسلسل لصوص النهار. مواد عامة بالسبيل 97، وكلها مواد قديمة بالثمانينات يعني حصلت منها جزء واتمنى حصل الجزء الباقي. مثل برنامج أستاذ ظهيرة إذا تتذكرينه. لا والله. الثمانينات بطولة محمد حسين عبد الرحيم وأمل طاهر. أوكي. هذا البرنامج كان يعرض كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر. كان يعرض يعني أنا بعدني عن أول بدأ البرنامج يعرض من سنة 83 لحد 86، وكان لمدة 3 سنوات عرض وبعدين وقفوا عرضه. أوكي. ها
انمح بهذا البرنامج. اغاني الشباب انا اكثر شيء اموت عليه هو اغاني الشباب. اغاني الشباب. واكو عندك ايه عفوا كمل كمل قبل ما اسال. من المطربين المفضلين عربيا عبد الحليم حافظ، عراقيا حاتم العراقي. اوكي اكيد حاتم. ايه عندك اي افلام سينمائيه لقيتها مروان بالبحث او بالشغل، يعني سواء افلام سينمائيه او حتى افلام السكرين، هذه الافلام اللي كانت تطلع بالتسعينات اذا سامع بيها؟ والله عندي قليل، يعني طبعا عندي ما اذا يطلع هو يعني فيلم او فيلمين انا اشوفهم في قناتي. شفت فيلم بعد الاحيان شنو عفوا؟ خليني ألقى. شفت فيلم كنت ناشر أنت يمكن بس المقدمة إلى اسمه الظالون هيجي شي، خل أدور عليه. أي بطولة آلاء شاكر أعتقد. يمكن إيه يمكن ما الله أعرف. الواهمون يمكن. لو تقصدين اي هذا ناشر بس المقدمه، لان ملك يعني هي بس المقدمه طلعت عندنا بالكاسيه مال مليون شاكر. تمام. بعض الاحيان انت تطلب من يمنا مسلسل، نزلون لنا فلان مسلسل او فلان مسلسل. احنا عاده ما يطلع عندنا المسلسل كامل بالكاسيه، لو يطلع حلقه من يمنا وحلقتين، نادرا هاي يعني ما يطلع المسلسل كامل. يعني ما لو نلقى حلقه بالكاسيه، لان هو تسجيل منزلي يعني مثل ما قلت لك. يعني العالم كان بسجد على الكاسية، وعندنا أيضا بعض المعارف يعني يجيبون لنا عندهم مواد يعني نشتري منهم. أنا بعض المواد ما أشتريها لأن تنعرض مبالغ خيالية جدا يعني. يعني قضوا علي مسلسل مثلا بخمسين ورقة، مسلسل بأربعين ورقة، مبالغ خيالية إنهم ما شوفوا يعني مبلغ يعني مناسب. أكو بعض الشغلات لا. مناسبة نشتريهم. أكيد. وانت هم يعني كله مروان هذا جهد شخصي، مو يعني انت قصدي دا تدفع على الامور كلها هذه من جيبك الشخصي، مو اكيد جهد شخصية، ما حد يعني ما ماكو احد ساعدنا ودعمنا. ولو يعني ولو هيك لازم ندور ونفهم ونشتري ونصرف فلوس. بعض الاحيان نشتري اشرطة مال الفيديو ما يطلع بيها مواد نذبها يعني النفايات في مكانه ما يطلع بها مادة، يعني وايد يعني اشتري متكون. إيه؟ انا حاليا عندي اشتريت اليوم الصبح 400 كاسيت فيديو ولو يطلع بها خمس مواد اربعة لو ما يطلع احتمال. بالضبط. ومروان انت من دا تلقى مثلا شريط هو اكيد يكون به هواية مواد، مثلا دعايات على اغنية على مسلسل مثلا، يعني انت كلهم تحتفظ بيهم لو بس تلقى المادة اللي تريدها؟ ويعني شون انت تتعامل ويا هيك شيء؟ لا كلهم يعني مثلا الكاسيت بعد فيه خمس مواد، الخمس مواد كلها انشرها. إيه؟ يعني مو بس الاني احبه منها هو ما احبه، لا كله ايش يطلع بالكاسيت مواد عربيه صالحه للنشر انشرها. كلش حلو. وعندك اي مواد نادره مثلا من خلال انت قلت دا اشتري مرات من الاصدقاء او هاي، مثلا هل عندك اي مواد اصليه او نادره ما عدا هذه الاشياء المسجله على الفي اتش اس؟ لقيت هيك شيء او قررت تشتري هيك شيء؟ موجوده يعني بعض المواد، يعني قصدي موجوده مو على الفي اتش اس، على غير كاسيت، هذا النيوماتيك الكبير. بالضبط النيوماتيك الكبير انا حاليا عندي كم شريط يعني في شغلات نادره خاصات بس حاليا بعدني ما مكبشرهم. اول اني ما عندي جهاز فيديو اليوم، هو التوكين هذا جهاز المطرب يعني من 75 اتوقع باستفاده. فما عندي جهاز، عندي مواد بس ما عندي جهاز. الحين احاول عندي حاليا مركز استخدام بس على البي اتش اس المنزلي والبيتا ماكس. اوكي. واجهزه التمويل اللي عندي. تمام. ومروان هيك لو بعالم مثالي، يعني لو مثلا انت لان حضرتك مو بس يعني اكو علي صادق، اكو مثلا حتى استاذ دريد،
يعني اكو اكثر من اسم دي يسوون هذا الجهد الحلو. هيك لو العالم مثالي بالعراق، شنو مثلا الدعم او الشيء اللي تطمح له انه يصير حتى يتم الحفاظ على المواد اللي انت تشتغل عليها انت وغيرك؟ يعني شنو بمخيلتك ممكن يصير حتى يساعدوكم؟ ما اسمع جيدا. اوكي، دا اقول هيك لو فرضنا عالم مثالي يعني بالعراق، انه شنو الاشياء اللي تعتقد مثلا انت تحتاجها، او انتوا المجموعه كلكم المؤرشفين اللي تشتغلون بهذا الجهد الجبار، يعني شنو الشيء اللي تتوقع انتم محتاجيه حتى مثلا يتم الحفاظ على هاي المواد او تستمرون او يتطور الشغل؟ نعم توصل. والله نحتاج يعني واي شغلات. اول شيء مكان، يعني قال لنا مكانات، يعني انا حاليا المكان حلو صغير بالبيت يعني قاعد احتفظ فيه المواد. اول شيء قال لنا مكان نخزن فيه المواد، ويحتاج لنا يعني اجهزه فيديو، لان من هذا جهاز الفيديو استهلاكي ما يقاوم يعني. فانا يعني بين كل اسبوع واخر نبدل جهاز فيديو اخر، ويحتاج لنا أجهزة فيديو، حاسبات، أجهزة فيزي كامتشا، وهكذا عن هالأمور. انتو فكرتوا مروان مثلا توحدون جهودكم بما انه اكو اكثر من شخص دا يشتغل بهذا المجال؟ احنا حاليا يعني مو توحيد، بس اكو تعاون بيناتنا. اغلب ما اشوفينهم مع اصدقائي اللي هو علي صادق، طريق، نجوان، وباقي كلهم يعني نقدر نقول هم اصدقاء، اكو تعاون مستمر بيناتنا. كلش حلو. وممكن تشرح لي اكثر او توصف لي هذا التعاون اللي دا يصير بيناتكم انتو بهذا الشغل؟ يعني نلتقي ونشاور يعني. الو وياك. اي نعم. عفوا الاتصال شوية ضعيف، يعني لنشاور ولنلتقي يوميا يعني بالاسبوع 3 مرات او مرتين لنشاور انا والاخوة وباقي المؤرشفين يعني. وده يصير تعاون، مثلا اكو فلان مادة على جهاز يوماتك دريت عنده هذا الجهاز هو يحولها لي، او اكو فلان مادة يحتاجها 100% انا انطيها له، او هكذا. ومروان شلون دا تحافظ على المواد ببيتك؟ يعني انت مقرر تحتفظ بكل الأشرطة للأبد، لو شلون انت دا تتعامل وياهم هذول الأشرطة دا تشتريهم؟ أكيد لازم احتفظ فيها للأبد، لازم احتفظ فيها للأبد، يعني هذا تاريخ بلد ما ممكن يعني يروح أو يبتهل في هالسهولة، يعني لازم احتفظ فيه وحافظ عليه. فشون مثلا ممكن توصف لي على الاقل انت ببيتك مثلا شون دا تحافظ عليهم، لان تدري هذول هم يعني يتلفون مع الوقت. والله حاليا مخليهم كراتين ومسلفينهم يعني الكراتين، وضامن المكان بعيد يعني بعيد عن الكراب والاوساخ وكذا حتى لا يتلف الشغل، ومحتفظ بهم ايضا باللابتوب مالتي يعني اللي دا احاول فيه، ومحتفظ بهم ايضا بهاردات يعني محتفظ بهم بأكثر من مكان، يعني حتى إذا تلف مثلا تقول للحاسبين يبقى بالهارد، تلف من الهارد يبقى بالكاسية حسبها من جديد، وهكذا. بالضبط. انت تثق باليوتيوب مروان؟ لانه مرات يقولون يعني قبل فتره كنت اسمع اكو مثلا فيديوهات هوايه مرات تنحذف من اليوتيوب، او مثل ما ذكرت انه صفحه ممكن يسدوها، ف يعني قصدي انا دا احكي عن المستقبل. اي انا يعني قناتي انسدت 3 مرات، المره الاولى قلق ياهي فنان، والمرة الثانية أيضا فنان غلق لياها، والمرة الثالثة قناتي عن تلفزيونية معروفة سعودية اسمها قناة ذكريات هي اللي غلقت لياها. وأقدر يعني أتواصل وياها. الفنان الأول تواصل فيها قرية الخاصة وراسلته وطلبت فيها بعد ما ننشر أي أغنية خاصة بي، وخلاص جاني الإبلاغ عنه ورجع قناتي. اوكي. بس انت شنو رايك مروان بهاي سالفه انه الناس دا تسوي ريبورت؟ يعني انا بس من ناحيتي، انا بالنسبه لي انه بالنهايه الارشيف العراقي السمعي والبصري مبعثر ما نعرف وينه، مو كل الناس تقدر تشوفه، فانت حضرتك وغيرك دا تهيئوا لنا الفرصه اني وغيري انه نشوف هاي المواد مرتلخ.
فبس شنو برأيك هيجي من يصير يعني مثلا الناس تسوي لك ريبورت يعني بما يخص هذا الحقوق النشر والهاي، انت شنو رأيك بيها؟ والله كان عانى من هاي الشغلات، يعني تنشر لك أغنية تطالبك فيها شركة الإنتاج ويطالبك فيها المطرب نفسه، هم اثنين يقدرون يطالبون يعني الحقوق، شركة الإنتاج والمطرب. هاي الأغنية إذا كانت من أرشيفك الخاص، أما إذا مسروقة لا، حتى صاحب القناة اللي سارقها من يمه ما يطالبك فيها طبعاً، بس إحنا دلنا من أرشيفنا الخاص بالضبط، فاللي دا يطالبون اثنين هم المطرب مالها وشركة الإنتاج. وانت شنو رايك لهم الحق خصوصا العربي؟ يعني العربي يطالبون بحقوق، العراقي يعني نادرا ما يطالبنا شخص بحقوقه. انت شنو رايك بهذا الموضوع، لهم الحق لو الحقوق النشر تعتبر لك بما انه هي ماده مسجله؟ والله يعني اقول ما يعني ما حد له الحق، هي هاي ماده ولازم خلص، لازم العالم كلها تشوفه، ما ممكن يعني فلان يطالب بحقوق النشر وهذا يطالب بحقوق النشر، يعني على ويش هي ما دخل ننشرها والعالم يشوفها خلاص يعني. بالضبط بالضبط، لأن نفس الشيء عندنا المشكلة سب أرشيف الفيلم مثلا، الأفلام السينمائية العراقية هم أكو يعني بعض الأفراد محتكرين هاي المواد، ومشكلة هاي المواد تتلف مع مرور الزمن ومخيف الموضوع. الأرشيف العراقي فقط شركات الإنتاج تطالب بالحقوق، شركات الإنتاج أغلبها انضبطت واللي عزلت واللي راحت، مثلا شركة بابل والحبر وغيرها، حاليا ماكو شركة تطالب فيه، وأكو بيه قسم منه خاص بتلفزيون الجمهورية العراقية. فتلفزيون الجمهورية العراقية أيضا انغلق، فما حد يقدر يطالبش بيه الأرشيف العراقي. فقط الأغاني هي ممكن يطالبش بيه، يعني بعض الفنانين مالته يطالبون إيه. مفهوم. أما بالنسبة للأرشيف العربي لا، كله مطالبات وكله حقوق العربي، يعني أنا حتى بطلت أنشر أرشيف عربي. حقك والله. إيه يا 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 مروان اي تفضل كمل. عندي مواد عربيه احنا واي يعني ما انشرها، مع العلم اغلبها نادر، بس اخاف من الحقوق يعني حقوق الطبع والنشر وكذا. مفهوم. مروان أنا بس أريد أرجع على المواد اللي أنت محتفظ بيها، أنت تصنف أي من هاي المواد؟ يعني شون، لأنه أكيد مواد هواية، فشون تعرف وين كل شيء؟ يعني إذا تسوي تصنيف أو مثلا تدوين أنه شنو كل مادة شنو كل كاسيت؟ إذا ممكن أعادك السؤال، ما أفتح السؤال. أنا بس دا أسأل بما أنه عندك هواية شرائط وهواية مواد دا توصفها، يعني أنت محتفظ بيها، فشون دا تصنفها؟ يعني هل دا كاتب مثلاً كل شريط شنو بيه؟ يعني بس هيجي يعني مهتمة أنه أنت شون دا تحافظ على هاي المواد؟ أكيد يعني. وصلت الفكرة. أي أكيد، لا عنهنهب كل كاسيات عنهنه وكاتب علي المادة اللي بيه، أكيد بيه عنوان كل كاسيات وكاتب علي اسم المادة اللي بيه. زي مروان، إن شاء الله بعد عمر طويل بالمستقبل هاي المواد لمن راح تروح؟ يعني منو راح يحتفظ بيها بعدك مثلاً بالمستقبل؟ والله يا راني هاي المواد حالياً محتفظ بيها، يعني مثل ما يقولون يعني متفق حتى ويا أولادي عندي بالبيت، يعني عندي أطفال صغار يعني قاعد أخاف أموت إذا لا سامح الله. إيه. فهاي المواد تبقى محتفظين بها أنتم، وإن شاء الله أنت ابن تكمل مسيرة من بعد. يعني عندي ابني ليث الزغير اللي هو حاليا عمره 10 سنوات، هم بدأ يحب يعني فكرة الأرشيف والنشر والهاي، كل يعني مرات يقول لي بابا أريد أفتح لي شنب وحدي بيها. ينافسك. يعني ينافسنا على بعض. كلش حلو كلش حلو. أنا بس رح أباوع على الأسئلة حتى أشوف إذا نسيت أي شيء. كنت حابة مروان، ما أنه أنت بس هيك يعني، ما أنه أكيد أنت دا تشوف هواية مواد، يعني مثلا لاحظت شيء بالموس يعني أنا هيجي ملاحظة، وما أعرف إذا هي شقد صحيحة، بس يعني شفت بالتسعينات مثلاً كان أكو فيديوهات موسيقية كلش حلوة بالعراق، ميوزك كليبس، يعني حتى أكو مثلاً مخرجين مرات كانوا يشتغلون أفلام صاروا يسوون فيديو كليبس. فبس أريد أعرف أنه مثلاً أنت لأنه دا تشوف هواية مواد وتتعامل معاها،
تقدر هيك تصنف مثلا كل فترة مر بيها العراق مثلا ثمانينات التسعينات من ناحية الموسيقى وحتى الفيديو كليب شلون تغير شلون؟ أكيد. شنو برأيك مثلا إذا خلينا نحكي على الثمانينات والتسعينات شنو اللي هيك فد شي تلاحظه بهذه المجموعات الفيديوهات الموسيقية؟ أكيد يعني فترة الثمانينات الموسيقى التصويرية مع مثلا المسلسل أكيد تغير بالثمانينات تختلف عن الموسيقى التصويرية مع المسلسل بالتسعينات. يعني قبل كانت الأورج القديم مثل الأورج الحديث يأسهم به الموسيقى التصويرية فأكيد يعني كل زمن وإلى تغييرات. أكيد. ومروان انت مثلا هسه الارشيف اللي مجمع لحد هسه شنو الفترات الزمنيه اللي غطيها يعني بالعراق انه من خلينا نقول شنو اقدم شيء متنوع ما بين الثمانينات لحد 2003 الثمانينات لحد 2003 يعني مو مختص بفتره زمنيه محدده. وهاي المواد اللي كلها خلينا نعتبرها بعض منها جزء منها يعني قبل 2003 تحن لها يعني انت تتمنى شلون تقارنها بالانتاج هسه اللي دا يصير هيجي بس بينك وبين نفسك يعني تحن لهذه الفتره ما قبل 2003 اكيد ماكو اي وجه مقارنه بين هسه يعني هسه الفن فن هابط يعني عباره عن فن مسخره مثل ما يقول يعني حتى لو بدنا نطلع من الزمن هسه الحالي نقول 20% اقع مع الجميله اما الباقي كله لا خصوصا الاغاني يعني قبل الاغنيه من ناحيه الكلام الشعر كلمات الاغنيه المطرب اللحن يعني الاغنيه لها رزانتها هسه حاليا ماكو يعني الاغنيه على قولة شخص صديق يقول لي الاغنيه تبدا بابدع وتنتهي بابدع على الاسف يعني ماكو يعني قبل الاغنيه عاده تحسينها من السبعينها كلام موزون ومضبوط يعني ما بس ساعة سمع الأغنية سمعوني مع الأغاني هسه أقتل وأنبح وأصلح يعني إذا قابلنا بأغاني قبل يعني ما كنت كل وجه مقارنة حرامات إيه والله حرامات ومروان أنا بس أريد أسألك أكثر عن ردة فعل الناس يعني وشون دا يتعاملون ويا المواد يعني هل مثلا أي أحد يعني أنا قرأت شوية من تعليقات هواي ناس دا تتذكر ذكريات الماضي ودا تحن اللحظات معينة بحياتها بس مثلا صادفتك إنه مثلا فنان تواصل وياك مثلا فرحان إنه لقيت شغلة أو هيك شيء يعني أغلب الفنانين هم أصدقائي ويتواصلون وياي يبدون أغانيهم ويبدون هاي أكو فنان يعني يتواصل وياي صار له 7 سنوات يتواصل وياي هو بذاك الوقت مسجل أغاني بس صوت بس عنده أغنية واحدة مصورها فنان اللي اسمه فاضل جعفر أغنية واحدة صورها بال 96 7 سنوات يتواصل وياي إلى أن لقينا الأغنية مالته. أوه ممتاز كلش حلو 7 سنوات يعني فنانين أغلبهم يعني بس أغلبهم يبدون يأخذون المادة بدون حقوق يعني يعني هذا ما يصير الشيء إذا نتعب المادة وده نشتريها هو يجي يأخذها يعني بدون حقوق أو مجانا يعني بدون أي يعني حتى ما يدفع مبلغها يعني هذا شيء غلط هذا إحنا نشتريها بمبلغ يعني ضخم طبعا سائل نعاني ايضا من باقي القنوات اللي تصرف من يمنا يعني انت ما تطرق في هاي بهش موضوع احكي لي اكثر يعني منها بكثرة يا ريت تحكي لي اكثر يعني دنعاني بكثرة من هاي هذا الموضوع يعني ننشر المادة ونتعب وتجي باقي القنوات على الحاضر يسحبوها يغطون الشعار مالنا او اللوجو يمسحونه ويخلون اسمهم الخاص بيهم وبالتالي نسب الجهد لهم يعني طبعا جهدنا وتعب. وهذه القنوات تسمح لي اسال هي محليه عراقيه لو عربيه؟ بعضها عربيه وبعضها عراقيه وحتى قنوات تلفزيونيه يعني مو بس قنوات يوتيوب يعني هاي القنوات استفادت مثل ما يقولون من عندنا يعني ياخذون الماده وما يذكرون يعني صاحب الاصل حرامات اي زين وبالمقابل مثلا هل اكو اي قناه تلفزيونيه تعاونت وياك او مثلا حتى احد مهتم بالارشيف مثلا اشترى ماده او تعاون؟ لا بس اكو قنوات تلفزيونيه احنا هذا وياخذون من يمنا ارشيف اوكي يعني مثل قناه دجله
ليش لزمان هسه حاليا نتعاون وياها انا والاخ دبي والاخ علي صادق نعطيهم هالشيء يعني. وتسمح لي اسال مجانا في سبيل يعرضونا يعني حتى العالم يشوف وحتى ينتشر على نطاق اوسع. ايه بس هم خلي يدفعوا لكم. سوري يعني بدي اتدخل لانه كل الجهد انتم جهد فردي وعلى مسؤوليتكم ف حرامات يعني ما يتم تغطيه على الاقل جهودكم. مروان كان عندي اني سؤال له علاقه مثلا بهل اكو فتره معينه او ماده معينه تنشرها تحس انه الناس ردت فعلها مثلا مو كلش زينه او تحسها اشكاليه بالعراق خلينا نقول اذا نشرت؟ لا لا ما عندي فتره معينه عندي يعني ورا 2003 يعني العالم تحس يعني فتره زينه ما قبل 2003 لا لا بالعكس العالم اغلب اللي يعرفوني عشان تعليقاتهم يعني يقولون احلى زمن واحلى وقت هي الثمانينات والتسعينات. كانت طيبة ناس صافية قلب على قلب مثل ما يقولون زمن الطيب. انت شنو ذكرياتك عن هاي الفترة بما انه انت وايد تحكي انت تسوي هذا الشغل بجمع الارشيف وانت ما عندك ذكرياتك شلون هيجي من تباوع على هاي المواد الارشيفية شنو تتذكر من هاي الفترة؟ كنت انا صغير يعني بالعمر واحب اباوع عليه تطلع المسلسلات والافلام وغيرها فيعني تخيلي يعني حتى بالصغر جابوا لي تلفزيون خاص بي واحد حتى شاهد المواد يعني يعني انا اتذكر الاطفال اتابع كارتون انا لا اتابع عكس من باقي المواد اترك الكارتون واتابع باقي المواد والمسلسلات والاغاني. ما تقصر اتابع كرة قدم يعني حتى كانوا يقولوا لي يعني هذا كارتون طالع ليش ما تتابع؟ اقول لهم لا احب اتابع مسلسلة احب اتابع كرة قدم احب اتابع خطابات سياسيه يعني باو عليها يعني احب اتابعها هيك شيء. واكو يعني تسمح لي مروان اسالك مثلا انت بهذا الشغل الارشفه بالعراق مثلا تحس اكو يعني بالوضع الحالي او حتى بالمستقبل تحس انه اكو تهديد عليك يعني مو تهديد خلينا نقول الا على حياتك وانما هل اكو يعني اشخاص او افراد ممكن يعترضون على الشغل اللي تسويه انت؟ وايد تجينا على المواد السياسيه اللي تنشرها يعني يدخلونا يعني يتهمونا يا با انت بحثي او انت فلان جهه او انت يا با احنا ما ننتمي لاي جهه احنا فقط ننشر ماده مرت يعني حقبه زمنيه مرت بتاريخ العراق يعني لا بحثي ولا اي حقبه زمنيه مرت بتاريخ العراق نوثقها ننشرها يعني ما لنا علاقه لا برئيس ولا باي شخص يعني. بالضبط احنا ما ننتمي لا للحزب سابق ولا حالي مجرد هي ماده ارشيفيه ننشرها حتى مثل ما يقولون الناس يعني تشاهدها وتسترجع ذكرياتها به. ومو بس هيك يعني من المرات كانت تهديد يعني رساله بالقتل يعني اذا ما اتوقف عن نشر المواد السياسيه. تسمح لي اسال بيا سنه بيا امتى هاي الفتره هيك جاك التهديد؟ يعني 2016 2015 يعني. وتمانع اذا تحكي الجهه يعني لا اذا حساس الموضوع لا تدخل بي بس عندك مانع اذا تحكي. لا اكيد اكيد ما راح اطلع اي خلص اي ماكو داعي. زين مروان مثلا احكي لي انت بس شنو انت برايك فائده انه الجيل الجديد مثل اطفالك الناس الاصغر سنا اللي ما شافوا العراق يعني قبل 2003 شنو اهميه الارشيف لهم تعتقد او انه يشوفون المواد هذه؟ عفوا ما بتعمل سؤالك بس اكيد اريد اعرف انت برايك شنو اهميه الارشيف للاجيال الجديده مثل اطفالك الناس اللي ولدوا بعد التسعينات مثلا؟ احنا اذا ننشر هاي المواد الارشيفيه يعني تشوف العالم يعني تشوفهم حقبه زمنيه مرت التاريخ العراقي يعني حقبة زمنية مرت بتاريخ العراق الأجيال تشوف يعني شلون تاريخهم مثل ما يقولون ماضي بلدهم يعني هيك مثلا شلون فلان مادة هيك كان ماضي بلدكم هيك كان تاريخ بلدكم وهكذا. عندي سؤال أخير وبعدين بس أريد أرجع سريعا على المجموعة.
عندك مثلا رغبة بالمستقبل تتعامل ويا أي مؤسسات حكومية أو مؤسسات بالعراق حتى؟ حاليا لا ماكو، بس بالمستقبل إذا نعرض علينا هيك شيء أكيد راح نتعامل ويا مؤسسات قنوات تلفزيونية. ليش تقول حاليا لا؟ حاليا ماكو أي مؤسسة أو قناة يعني متواصلة ويانا حتى نتعامل وياها، مجرد بس قناة تجي قرار نعطيها بعض المواد يا جماعة، نعطيها بعض المواد إذا تعرض هني، بعض الأحيان نعطيهم بعض المواد مجانا في سبيل أن تنعرض المادة. مفهوم مفهوم. وكان عندي بس سؤال أخير بخصوص بس ده أباوع سريعا على مجموعة الأسئلة. أعتقد غطينا كل شيء مروان. يمكن السؤال الأخير بس إنه إذا أكو ناس مثلاً أنت تحب ترشحهم إنه أحكي وياهم، لأن بصراحة أنا ده حاول أحكي ويا أكثر من شخص. أستاذ دريد عبد الوهاب أعتقد. أخ دريد، علي صادق سويت عرض مع لقاء، الأخ عمر الكاظمي، الأخ نشوان، الأخ علي حسين، الأخ سمير عرب أيضاً هذا مؤرشفه خاص بالمسلسلات فقط، اختصاصه مسلسلات وأفلام نحن مسرحيات فقط. الأخ سمير عرب ذاك حبين تعملين معالقة. يعني بس حتى أتأكد إنه كتبتهم. عمر الكاظمي إذا أحكي وياه إذا نتواصل بالمسجات. أخ دريد، أخ دريد أي كذلك ده حاول أقنع. سمير عرب عميل نتعطى في حدث الصباح. وعلي حسين، علي حسين بشنو مختص؟ علي حسين قناة علي حسين المنوعات، طبعا ما عندي أنا البيس مالي حاليا إذا نعم. وبصراحة هم مروان دا أفكر أني أحكي ويا الناس حتى اللي مدى تنشر، يعني تعرف أي ناس مثلاً دا يسوون نفس الشغل اللي هم مثلاً هوات يعني يريدون يجمعون، أو مثلاً أكو هيجي ناس تعرفهم اللي هم حتى لو مدى ينشرون بس هم هم دا يجمعون بالأرشيف. و إيه عندي الأخ سمير عرب أبي صفحة إن شاء الله، والأخ أحمد صلاح أيضاً، أحمد صلاح رجل يعني محترم مواليد 70 طبعاً، هذا ملحق على الأرشيف كله وده يجمع نطيش هم صفحته وتواصل وياه وسوي لنا قاوية إن شاء الله. أنا كلش تعبتك مروان وشكرا كلش لوقتك، يعني الشغل اللي تسويه جبار يعني الله يخليك. وجديات يعني مو مجاملة بس، كان لقاء ممتع وجميل يعني الله يخليك.